في هذا العرض سأتحدث أكثر عن نقاط موجودة على منصف الزاوية، لكن قبل ذلك أود على الأقل أن أتأكد من أننا فهمنا ما نعنيه عند التحدث عن المسافة بين نقطة وخط. لنفترض أن تلك بعض النقاط، النقطة A ولدينا خط هنا سنسميه الخط BC. إذن عندما نأخذ المسافة بين نقطة ونقطة أخرى، إنه أمر واضح جدا، نقوم فقط برسم خط يصل إلى النقطة الأخرى. حسنا، لقد استخدمت B، تقوم برسم خط يصل لتلك النقطة وتجد طوله. إذن المسافة تبدو مستقيمة بين النقطتين، لكن ماذا عن نقطة على خط؟ لأنه يوجد عدة نقاط على الخط، وربما علينا أن نجد تلك المسافة، أو ربما سنجد هذه المسافة أو هذه، وهذه الأطوال ستكون مختلفة. كيف سيتكون لنا مسافة مميزة وطريقة التفكير في هذا الأمر؟ وسنفعل هذا في المستقبل بأسلوب أعمق في دورات الرياضيات بشكل خاص عندما نبدأ بدراسة المتجهات والجبر الخطي. وكل ذلك هي المسافة بين نقطة وخط، حقا أقصر مسافة وتلك المسافة الأقصر، كما لو أنك ترمي عمودا من تلك النقطة إلى الخط، إذن هذا هو ما نسميه بالمسافة، المسافة بين النقطة والخط، وهذا عموديا هنا. وحتى ندرك حقا أن هذه أقصر مسافة، فكروا بهذا الرابط، المسافة بين هذه النقطة وأي نقطة أخرى على هذا الخط. إذن اختاروا نقطة أخرى على هذا الخط، دعونا نسميها النقطة E، وفكروا بهذا الآن. هذه يمكنني رسم E هنا أو رسمها هنا، يمكنني رسم E في أي مكان، لكن بغض النظر أين نرسم E، إذا رسمت خطا يصل بين A و E سترى أننا شكلنا مثلث قائم الزاوية من A إلى E إلى النقطة التي فيها التعامد. اسمحوا لي إذن أن أسمي هذه النقطة F، ستقوم دائما برسم مثلث قائم على افتراض أن E تختلف عن F، وإذا كنت تفعل هذا فسترى مباشرة أن D يجب أن تكون أقصر من هذا الطول البرتقالي، لأن هذا الطول البرتقالي هو الوتر، وتر المثلث دائما يكون أطول ضلع في المثلث. D تربيع زائد مربع هذا الطول مهما كان سيساوي مربع هذا الطول، إذن أتمنى على الأقل أن هذا أعطاكم معنى جيد حول تفسير أن إنزال العمود سينشئ دائما أقصر مسافة بين نقطة وخط، وتلك المسافة الأقصر والمميزة وهي ما نسميها المسافة بين نقطة وخط. والآن بهذه المعلومات دعونا نفكر قليلا بمنصفات الزاوية. دعوني أرسم زاوية هنا، دعوني أرسم زاوية لنسمي هذه النقطة، وسألونها بلون مختلف لنسميها A، ولنسمي هذه النقطة B، ونسمي هذه النقطة C. ومنصف الزاوية عبارة عن خط أو ضلع أو شعاع يقسم الزاوية إلى زاويتان متساويتان، وقد تحدثنا عن هذا من قبل. فعلى سبيل المثال إذا أردنا تنصيف الزاوية ABC، إذن هذه الزاوية هنا نريد أن نقسمها إلى زاويتان، سنقوم يمكنني أن أرسم أفضل من ذلك، نريد أن نقسمها إلى زاويتان، دعوني أرسم بشكل أفضل، فرسمي لا يزال غير مناسب، إنها تبدو جيدا الآن. حسنا، لنسمي هذه النقطة، لنسمي هذه النقطة دي، ومرة أخرى يمكننا أن نقول أن هذا شعاع، أو يمكن أن نسميه ضلع أو أي شيء، لكن طريقة التفكير بهذا هي إذا الزاوية دي بي سي تساوي الزاوية دي بي اي، إذن هذه الزاوية دي بي سي تساوي الزاوية دي بي اي، فيمكن أن نقول أن
أن دي بي ينصف الزاوية اي بي سي، إذا يمكن أن نقول أن دي بي، وأنا أتحدث عن الضلع دي بي، ويمكننا أن نجعله شعاعاً إذا كنا نستمر بمده إلى اليمين، أو خط دي بي ينصف بايسكت الزاوية اي بي سي، ينصف الزاوية اي بي سي. هذا كافي. والآن سبب أنني بدأت في هذا العرض بالتحدث عن المسافات بين النقاط والخطوط هو أنني أريد أن أريكم أن أي نقطة تقع على منصف الزاوية ستكون متساوية البعد من أضلاع الزاوية، ثم سنذهب في الاتجاه الآخر ونقول أي نقطة متساوية البعد من أضلاع الزاوية ستقع على منصف الزاوية. لنأخذ إذن أي نقطة بطريقة عشوائية تقع على منصف الزاوية، لنأخذ هذه النقطة سأسميها F، أو في الواقع لم يسبق لي أن استخدمت E بعد، إذن ستكون كذلك النقطة العشوائية التي تقع على منصف الزاوية. والآن دعونا ننظر إلى المسافة بين E و BC، والمسافة بين E و BA. قلنا ذلك بالفعل، قلت بالفعل أن المسافة بين النقطة والخط هي إذا وضعت عمودا من نقطة إلى ذاك الخط، حيث يمكنك فعل ذلك دائما. دعونا نرسم عمودا هنا، هذه المسافة الأولى ومن ثم هذه المسافة الأخرى. هذا الخط البرتقالي عبارة عن المسافة بين E و B C، وهذا الخط البرتقالي هو المسافة بين E و BA، وما أريد إثباته هو أن هذه المسافات متساوية. إذن أن هذه المسافات متساوية. حسنا، أول شيء يجب أن ندركه هو أن لدينا مثلثان قائمان هنا، وكلاهما يتشاركان، كلاهما لديهم نفس الزاوية، لا يتشاركان بها، بل أن الزاوية ABE، الزاوية ABE تطابق الزاوية CBE، ونحن نعلم ذلك لأن دي بي ينصفها. إذن هذه الزاوية تساوي تلك الزاوية، كلاهما مثلثان قائمان، أي في الواقع لديهما زاويتان مشتركتان، ما يعني أن لديهما ثلاث زوايا مشتركة وقيود. كم يكون قياس هذه الزاوية الأخرى؟ وكلاهما أيضا لديه هذا الضلع المشترك، لديهما ثلاث زوايا متطابقة، وليست بالضرورة أن تكون مشتركة، لكن لديها هذا الضلع المشترك BE، وهو وتر كل من هذان المثلثان القائمان، وبذلك يمكنك إحضاره باستخدام هذه الزاوية، تلك الزاوية وهذا الضلع، هذه الزاوية تلك الزاوية وهذا الضلع. يمكنك أيضا أن تقول أن هذان المثلثان متطابقان. يمكن أن نقول أن هذا المثلث، ودعوني أضع بعض النقاط هنا لنرى، ودعونا نسمها، دعونا نسمي هذه F ونسمي هذه G. يمكن أن نقول أن المثلث EBF يطابق المثلث EBF يطابق المثلث EBG، ويمكننا استخدام التطابق بزاويتين وضلع AAS، أو يمكن أن تقول كان لدينا زاويتان، إذا كانت الزوايا المتطابقة متساوية في الزاوية الثالثة أيضا ستكون مساوية لهم، إذن هذه الزاوية يمكن أن تساويهما أيضا، ويمكنك استخدام تطابق زاوية وضلع وزاوية ASA، لكن إذا كانا متطابقان بالتالي الأضلاع المتساوية ستكون متطابقة، إذن طول EF أو الضلع EF سيكون مطابقا للضلع EG، وهو نفس طول EF مساويا لطول EG. هاتان بالفعل جملتان متكافئتان، إذن طول EF هنا مساويا لطول EG، وطول هذان الضلعان عبارة عن المسافة بين النقطة وهذان الضلعان. لقد قمنا بإثبات الحالة الأولى، إذا كانت نقطة تقع على منصف الزاوية فهي متساوية البعد عن ضلع الزاوية. الآن دعونا ننتقل إلى الوجهة الأخرى، لنفترض أن لدي، دعوني أرسم زاوية أخرى هنا، دعوني أرسم زاوية أخرى هنا ونسميها
A B C ودعونا نختار نقطة بطريقة عشوائية. إذا A B C ودعونا نختار نقطة بطريقة عشوائية تكون E هنا. ودعونا نفترض أننا سنبدأ من افتراض أن E متساوية البعد إلى B C و B A، وما نريد فعله هو إثبات أن E يجب أن تقع على منصف الزاوية. إذا هنا إذا كنت على منصف الزاوية يكون البعد متساوي. هنا سنوضح أنه إذا كنا متساوي البعد فسنكون على منصف الزاوية، فإذا هذا البعد متساوي إلى BA و BC إذا إن هذا العمود الموجود هنا، هذا العمود سيكون مطابق لهذا العمود الموجود هنا. ودعوني أعين النقاط هذه ودعونا نسمي هذه النقطة D، هذه النقطة هنا F، ودعونا نرسم الضلع BE هنا. دعونا نرسم الضلع BE هنا، ومرة أخرى لدينا مثلثان قائما الزاوية، ونحن بالفعل نعلم أن فيه ضلعان متطابقان وكلاهما يشترك بنفس الوتر، هذا الوتر يساوي نفسه، ونعلم من نظرية فيثاغورس أنه إذا كنا نعرف ضلعين من المثلث فهذا يعني أن بمقدورنا أن نعرف الضلع الثالث، ونحن هنا نعلم ضلعان لكل من هذان، إذا الضلع الثالث يجب أن يكون نفسه لكليهما، هذا الضلع يجب أن يكون مساويا لهذا الضلع، إذا يمكننا استخدام تطابق ضلع وضلع وضلع أس 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 حتى نوضح أن المثلثان متطابقان، أو لا حاجة لحسن الحظ هنا يمكننا استخدام حالة خاصة أي حالة R S H قائمة وضلع ووتر، حيث إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية لدينا مجموعة من الأضلاع المتطابقة ولدينا وتر المثلث المتطابق، بالتالي يمكنكم استخدام R S H لإثبات التطابق. وبأي طريقة سنعرف أن المثلث EBD مطابقا للمثلث EBF، المثلث EBD مطابقا للمثلث EBF. لقد استخدمنا ضلع وضلع وضلع هنا، لكن يمكنكم استخدام RSH قائمة وضلع ووتر، دعوني أكتب ذلك RSH. نحن نعلم أن زاوية وضلع وضلع يمكن أن تستخدم لأي مثلث، وهنا RSH تعني زاوية وضلع ووتر أي ضلع للمثلثات القائمة، إذا كان لديك ضلعين من مثلث قائم وبشكل عام إذا كان ضلعان في مثلث قائم متطابقان بالتالي فإن المثلثان بلا شك متطابقان، لكن عندما تعرف أن هذان المثلثان متطابقان بالتالي سيكونان متساويان، والزوايا يجب أن تكون متطابقة، والزاوية EBD مساوية للزاوية EBF، إذا نحن نعرف أن الزاوية EBD يجب أن تساوي الزاوية EBD يجب أن تساوي الزاوية EBF، EBD يجب أن تطابق الزاوية EBF. حسنا، إذا كانت EBD مطابقة لEBF فهذا يعني هذا يعني أن الضلع EB يجب أن ينصف الزاوية CBA، إذن هذا يعني أن الضلع EB يجب أن ينصف bisect الزاوية CBA، الزاوية CBA. انتهينا. إذن لقد وضحنا هنا أنه إذا شيء ما يقع على منصف الزاوية بالتالي سيكون متساوي البعد من أضلاع الزاوية، وهنا رأينا أنه إذا كان متساوي البعد من أضلاع الزاوية فإنه يقع على منصف الزاوية، أو يمكن أيضا أن تكون نقطة النهاية لمنصف الزاوية لكنه يقع عليه بكل وضوح.